السؤال كان نشكر تاجر سبور اللي يتابع الصغيره والكبيره في الوطن المغربي وهادشي كنشجعوكم ان شاء الله واللي هادشي كيفرح نتمنوا انه تستمروا في هذا العمل ديالكم. بالنسبه للمقابله كانت مقابله مهمه بالنسبه لنا لان كنخصنا نقلبوا على النقاط الثلاث لاننا في الصداره خصنا نحافظوا على الصداره. النتيجة 6-3 ما تتبينش بدا مستوى المقابلة، كنظن أن الخصم الخبازات كانوا في مستوى مزيان، بالإضافة لأن اللاعبين ديالي ما كانوش كونسونطري، كنا ضيعنا بزاف ديال المحاولات. إلا شفتوا جوج أو ثلاثة المحاولات كنخرجوا لاعبين ضد الحارس أو ثلاثة اللاعبين ضد الحارس ولاعب وما تنسجلوهمش، والأهداف اللي تسجلوا علينا كلهم أخطاء فردية ديال الدفاع، يعني بحال لا دخلنا شويه في واحد الطفليه عند اللاعبين، وهذا مشكل اللي خصو يتصلح ان شاء الله. تنظن ان اللاعبين ديالي خرجوا من الماتش مجرد ما وصلوا للاربعه لواحد من مجرد نهايه الفتره الاولى الميطال الاولى، وحاولنا نصلحوا شويه نردوهم كونسونطري في الماتش وتبدا ذلك والحمد لله. وكنشكرهم رغم ذلك كنشكر اللاعبين ديالي على المجهود اللي كان صحيح صحيح، رغم ان الفريق اللي دلنا الفريق اللي الان منافس معنا في الصداره دلنا ثلاثه لاعبين اشرف سعيد ويونس قاسم وحسن الزعيمي اللي لاعبين كانوا اساسيين عندنا، ولكن حنا استقبلنا ثلاثه لاعبين من الكوكب المراكشي ولاعب من 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 قلميم حارس مرمى، بالاضافه الى عبد الكريم البيا اللي هو حارس المنتخب الوطني. دونك اليوم الفريق بوجه جديد ولكن الصقر كيبقى ديما كما هو، حنا كنحاولوا نخدموا على اهداف اكثر تكتيكيه ما هي تقنيه. دونك عندنا واحد الطريقه في العمل اللي تنثقوا فيها، وتنتمناو انه باقي عندنا دراري صغار اللي جايين في المستقبل ان شاء الله، تنتمناو ان الصقر تبقى عنده هذه الاستمراريه في ماشي في النتائج هي المهمه، ولكن في تكوين اللاعبين وفي الطريقه التكتيكيه للاعبين. وحنا الى لاحظتوا رجاء اكادير في القسم الوطني الثاني هي الاولى ومتصدره، ما عرفتش يكونوا لاعبين دابا ما عرفتش شنو النتيجه ديالهم. تنظن ان حتى سوس عامه واكادير كمدينه خاصه كاينه واحد الصعوبه. الفوتسال المغربي الحمد لله اليوم راه كاين في قمه ديال القاره الافريقيه، عمل كبير قامت به لا اللجنه سابقا المنظمه ولا العصبه حاليا ولا الناخب الوطني هشام بكيك باش نوصلوا لهذا المستوى. تنتمنى ان يتضافر الجهود ويكون واحد المجهود اضافي من الجامعه ومن الجامعات المحليه ومن كاع الفاعلين اللي يقدروا يساهموا في هذا التطوير ديال الفوتسال، لان صعيب انك توصل للقمه صحيح، ولكن الاصعب من ذلك انك تبقى في القمه. الا بغينا نبقاو في القمه خصنا نخدموا، الانديه خصها تخدم، المنتخب خصو يخدم، وخص شويه ديال الدعم ان شاء الله للانديه لا باز، باش لان دابا عندنا غيكون عندنا مشكل ديال الخلاف، خصنا لي كاتيجوري انفيريور، خصنا نديرو بطوله ديال الاي 19 الايفنت 3 دابا شفنا منتخب الايفنت 3 حاجه صحيه ان شاء الله. ونتمنوا انه القضيه اللي تدارت في البطوله على اساس ان اللاعبين اللي هما كونفيرمي ولاعبين ديال ليكيب ناسيونال تجمعوا كلهم في فريق واحد، نتمنى انه تكون ظاهره صحيه، لان كاع الفرق خصها تحاول تنافس مع الفريق اللي هو قوي حاليا، تيبان انه عنده البوادر ديال البطل، ولكن الى الفرق الاخرى حاولت تنافس معاه كنظن ان هذا الشيء غيطلع من مستوى البطوله، مما سيعود بالخير الكثير ان شاء الله على البطوله الوطنيه. صحيح هي ماشي مساله خطا تقني، انا ما عمري ما كنعلق على الخطا التقني ديال اللاعب، يعني دار فوس باس ممكن توقع، ولكن ما كانش واحد الانضباط تكتيكي، كون كان ما غاديش نطيحوا في هذوك لي سيتياسيون اللي تقطعوا لنا فيهم الكواري. يعني الدراري الوقت اللي وصلنا 4-1 بحال لا شاو شويه ولاو كيقصروا كما تنقولوا بالدارجه، ولا اللاعبين المريوسهم، وهذا الشيء انا ما تنقبلوش. داكشي علاش شفتوا بعض ردود الافعال رغم الانتصار، لان الانتصار نتيجه مزيانه ولكن الا كان الاداء يكون حسن. وحنا اليوم صقر اكادير رقم صعب في البطوله المغربيه، ما خاصش يكون بحال هاد الشيء اللي كانوا في الماتش، ما خاصهمش يكونوا في المستوى ديالنا. اولا قبل كل شيء كنبغي نشكر الجريده ديال اخبار الفجر على التغطيه الشامله ديال البطوله الوطنيه ديال هذه السنه والسنه اللي فاتت، ولكن هذه السنه كنشكركم لانكم زدتوا واحد المجهود كبير. كنولينا كنشوفوا جميع المباريات، تقريبا جميع المباريات كنولينا كنشاهدوهم، شحال هادي كان عندنا هذا النقص هذا ديال نقل المباريات، ما كناش كنعرفوا الفوصوم ديالنا، دابا الحمد لله ولات هاد التواصل ديال المباريات وكنشوفوا جميع الخصوم ديالنا. اولا كما كيشوف الجمهور بان المباراه كانت
فالضغوط ديالها في الشوط الاول كان ضغط شويه على الفريق الخصم ديالنا، زدنا عنده واحد البريسيك، درنا واحد الخطط اللي جينا من اصلا ترينينا عليهم واحد الاسبوع ديال لونطريمون، لاننا قرينا الخصم ديالنا كيف ما تنقول لك بان تحت لينا هاد الفرصه، وخدمنا واحد التاكتيك اللي هو جديد على المدرب وجربناه طبقناه، والحمد لله كان الامور مزيانه كما كتشوف بان النتيجه ديال المقابله كتشرح هاد التاكتيك هذا الجديد ديالنا. وبالنسبه للفريق اسود الخبازات كان كما كتلاحظوا بان السنه الثانيه على التوالي، وكتشاهد بان فريق اللي كيطلع في القسم الاول تدوز معه سنة والسنة الثانية وكتلقى أربعة ديال العناصر في المنتخب الوطني، هذا ماشي سهل حد ذاته، هذا إنجاز عند فريق أسود الخبازات، وما كنتمنوا لهم إلا يكملوا في مسيرة موفقة إن شاء الله، ونتمنوا لهم الخير في قادم المباراة إن شاء الله. شريدو ولد الحومة كي كنقولوا، تسكن حدا الدار، ساكن حدايا وكبر حدايا وعرفتوا شحال هذه شريدو، والحمد لله كان شويه ديال واحد الكلمه ديالو انا اللي قلت له تقدر تجي تلعب في الميني فوت راه تكون مزيانه هذه، والحمد لله طبق هذيك الكلمه ديالو. وسي عمر النتيجه ما تتبينش اداء ديال الحارس، لان النتيجه ديال هذا الفوتسال كتقدر تجيك واحد 40 كره 60 كره 30 كره في المقابله، والخصم راه ماشي صقر اكادير، هذا راه ماشي راه باش راه كما شاهدنا بان كانت مباراه زوينه، راه ماشي راه جو عديد الفرص وطاك مزيان الحمد لله، وكما كنكتشفوا وكاينين الحراس كاين شريدو كاين الحمد لله بلال ديال اجاكس سيطوان جاي حتى هو، حتى هما هادو حراس هادو اللي غادي نعولوا عليهم، غادي نلقاهم ان شاء الله من هنا واحد، هما اللي غادي نلقاهم في الكوب دافريك الجايه وما نلقاهم في المونديال الجايه، وهما ان شاء الله كيدخلوا المنتخب كيستافدوا، مرحبا بهم، عندهم الفضل ديال كامل تيرجع السي عمر، لا لينا حنا بعد اول فتره تيرجع لينا، تيرجع لينا المدرب ديال الحراس ديالنا اللي هو السي ربيع الزاري، لانه لولا الفضل ديالو كما كيعرف الجميع باننا راه ما عندناش مدربين ديال الحراس في الفرق ديالنا، الحمد لله كناخذوا واحد الاسبوع اسبوعين مع ليكيب ناسيونال، كنمشيو كنتريني واحد لونطريمون اللي كنستافدوا منه ديال المده ديال الشهر ديال البطوله، راه اربع مباريات كتريني سيمانه كتلعب بها اربع مباريات، الحمد لله هذا فضل كبير من عند الله ومن عند الاخ ديالنا والصديق اللي هو ربيع زاهرين اللي ما تيفضلش عندنا بالخبره ديالو اللي تيعطيها لينا. وكنتمنوا ان شاء الله بهاد الشباب هادو كما قلت لك هاد سي محمد شريدو وبلال ان شاء الله تما ياخذوا بالنصائح ديال يشوفوا يتعلموا مزيان، وان شاء الله من هنا القدام راه هما اللي غادي تشوفوا. غادي نرجع معاكم ثاني النقطه ديال الاولى، لاننا من نهار حلينا كما قلتي من نهار حلينا عينينا كنا كنشوفوا حراس مرمى كبار، تبارك الله سي محمد طويل ربيع الزعري حاتم بني حاتم حراق اللي لعب في اجاكس قنيطره، هادو من الحراس هادو مازال قائمه طويله ديال الحراس اللي حنا عشنا معاهم. تنظن انا عادي التويمي تبارك الله اصلا كما كتعرف السي عمر ممكن مدن اخرى ما كانوش بها واحد الحراس ممتازين، كنتي كتشوف لاعب ممتازين بحال تيطوان كنتي كتشوف لاعب ممتازين كنتي كتقدر تقول حتى انا نكون لعاب، اما حنا هنا الحمد لله حلينا راسنا في حراس شفنا حراس قلنا تبارك الله انا نقدر نكون بحال الحارس ان شاء الله، وهذا هو اللي خلى سيمو شريدو بلال، عندنا حراس ديال الرياض القنيطري بجوجهم، عندنا الحارس ديال سابور القنيطري حتى هو اسمح لي ما كنعرفش الاسم ديالو، عندنا حراس جيدين الحمد لله، وان شاء الله انا كنقول بالدور ديالي باننا لا خوف على حراسه المرمى المغربيه ان شاء الله من هنا الربع سنوات.